على عكس الأداء المتراجع لمعظم أسواق المال الخليجية، تمكنت البورصة القطرية من تحقيق ارتفاعات جيدة بشهر أغسطس، إذ ارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنحو 3.5%. لنلقي نظرة على أداء البورصة القطرية لشهر أغسطس، وهنا نتابع الأداء من بداية 2016، كان في ارتفاع قارب 5.4 نقطة المئوية، وبشهر أغسطس كان في ارتفاعات قاربت 3.6%، لكن آخر جلسة ب31 من أغسطس كان في ارتدادة وبقوة بالنسبة للمؤشر، خسر فيها بقرابة 2.9 نقطة المئوية. إذا ما تابعنا القيمة السوقية أيضا بالنسبة للبورصة القطرية خلال هذا الشهر، كان فيها ارتفاعات قاربت 3.5 نقطة المئوية، وصلنا ل 588 مليون ريال و600 ألف. إذا ما قارناها بالشهر السابق من يوليو كانت عند 568 مليون و700 ألف. قيمة التداولات أيضا كان فيها ارتفاع تدريجي من شهر يونيو ب 3 مليار و300 مليون، وصلنا بيوليو ل 3 مليار و900 مليون، وارتفعت بقوة بأغسطس لحدود 6 مليار و800 مليون ريال. حجم التداولات أيضا كان في تحسن، بيونيو 2000 كان 89 مليون و500 ألف ريال، من عام 2016 بشهر يوليو 98 مليون سهم و400، وأغسطس إذا لحدود 163 مليون و800 ألف سهم. هذه أحجام التداولات. إذا عدد الصفقات أيضا كان فيها ارتفاع من 48 ألف و900 صفقة، بيوليو حققنا 58 ألف و200 صفقة، وقفزنا بأغسطس وحده لقرابة 99 ألف و900 صفقة. التوزيع بالنسبة القطاع للتداولات، كانت استحوذت البنوك على التداولات الأكبر خلال هذا الشهر بقرابة 36%، الصناعة 24%، والاتصالات 12%، العقارات كان نصيبها 11%، والخدمات 7%، النقل 6%، والتأمين بالنسبة الأقل هي 4%. أما الشركات الأكثر تداولا بالبورصة، رأينا من حيث القيمة كيو إن بي استحوذ على النسبة الأكبر ب 11.3%، صناعات قطر أيضا 11.6 أو 13%، أريد 8.5%، الريان 7.4%، وقطر الإسلامي بقرابة 6.8%. لكن صافي تعاملات المستثمرين بقطر كانت توجهت للسلبية بمعظمها. الأفراد تراجعت طبعا تعاملاتهم بقرابة 2%، المؤسسات القطرية 12.2 نقطة مئوية، والأفراد بقرابة 7.4 نقطة مئوية. وبالتالي بقي المؤسسات غير القطرية هي المستحوذة على التداولات وصافي التعاملات بشكل إيجابي، قاربت 21.5%. الأحداث التي شهدتها بورصة قطر بشهر أغسطس كانت طبعا الانضمام إلى مؤشر الفوتسي الحدث الأكبر، مع انضمام 22 شركة للأسواق الناشئة الثانوية، وكان هناك مراجعة بهذا الشهر لمؤشر الـ MSCI، جاءت نتيجته خروج وحذف مجمع المناعي من المؤشر.